مستحيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، فقد وصلنا معكم في شرح المقدمات السنوسية لأبي عبد الله الإمام السنوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى أحياء وأمواتا، اللهم آمين. قال رضي الله تعالى عنه: والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، إما ضرورة كتعري الجرم عن الحركة والسكون، وإما نظرا كالشريك لمولانا جل وعز. فلما فرغ، كما قال الشارح الشيخ السرقسطي، ولما فرغ من ذكر الواجب شرع في ذكر المستحيل، فقال: والمستحيل، مستحيل اسم فاعل من استحالة، استحال عقلا من الإحالة التي هي عدم قابلية الوجود، وهو في الأصل اسمه إيه؟ يقال اسمه إيه؟ فاعل، مستحيل، خلاص؟ يعني السين والتاء فيه للطلب، يعني طلب الشرع مثلا اعتقاد أنه مستحيل، أو معنى الطلب يعني طلب من المكلف أن يحيله، يعني أن يعتقد إحالته. ولكن الشيخ الأمير في الحاشية على جوهرة التوحيد على شرح سيدي عبد السلام بيقول: إن جعلها، أي السين والتاء للطلب، أو إن جعلها أي السين والتاء للطلب ضعيف، فإن هذا اسم له، أي للمستحيل، بقطع النظر عن الطلب. يعني هو اسمه مستحيل، سواء طلب من المكلف أن يعتقد ذلك أو لم يطلب. فكون السين والتاء للطلب، الشيخ الأمير بيقول هذا ضعيف، يعني هو رأي ولكنه طيب، فإن هذا اسم له بقطع النظر عن الطلب، بل وقبل ورود الشرع، لأنه من الأمور العقلية. إذن فإذا كانت السين والتاء في المستحيل ليست للطلب، فلماذا تكون؟ قال الشيخ: الظاهر أنهما زائدتان، وأن الاستحالة هي الإحالة، كما يفيده كلام القاموس، وراجع حاشية الشيخ الأمير على شرح سيدي عبد السلام. يلا يا شيخ محمد كده اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله:
ولما فرغ من ذكر الواجب شرع في ذكر المستحيل فقال: والمستحيل اسم فاعل من استحالة عقلا. من استحالة، استحالة لو الفعل استحالة، شوف كده نقول ايه، فهو مستحيل، يبقى مستحيل ده اسم ايه؟ فاعل. فقال: والمستحيل اسم فاعل من استحال عقلا من الإحالة التي هي عدم قابلية الوجود. والسين والتاء فيه للطلب، أي طلب الشارع من المكلف نفي الشريك عن الباري عز اسمه. والواو فيه يصح أن تكون عاطفة ويصح أن تكون للاستئناف. يعني عندما قال والمستحيل، الواو إما أن تكون عاطفة يعني على ما قبلها، وإما أن تكون للاستئناف يعني ليست عاطفة. نعم. ما أي مفهوم أو مذكور. يعني ما، كلمة ما كده اللي هي يعني إما تكون هنا الذي موصولة مثلا، أو ما نكرة بمعنى شيء أو بمعنى مفهوم أو بمعنى مذكور أو معلوم إلى آخره. يبقى ما يعني أي، ما يفسر كلمة ما بمفهوم أو مذكور ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب، لأنه قابله بالواجب. ومعنى مقابلته بالواجب أنهما إيه؟ ضدان. إذا كان الواجب ما لا يتصور في العقل إيه؟ عدم، إذن فالمستحيل هو ما لا يتصور في العقل وجوده. ما أي مفهوم أو مذكور ممتنع بقرينة مقابلته بالواجب، وهي بمنزلة الجنس. وهي اللي هي ما، ما بمنزلة الجنس يعني في التعريف، يعني كأنها في التعريف يقال لها جنس. فيشمل الممتنع بالغير. وما يشمل الممتنع بالغير يعني اللي هو بيسمى المستحيل العربي، هذا يسمى مستحيل ليس بذاته وإنما بغيره، بمعنى أنه في ذاته ممكن ولكن استحال لغيره. فمثلا إيمان أبي لهب هذا مستحيل عربي وليس مستحيل ذاتي، بل هو في ذاته ممكن ولكنه استحال لتعلق علم الله بعدم وقوعه. وهي بمنزلة الجنس فيشمل الممتنع بالغير. وما بعدها بمنزلة الفصل مخرج له، يعني ما بعد ما بمنزلة الفصل مخرج له. لا نافية، ما لا يتصور، لا هذه نافية، لا يتصور يعني لا يدرك، والإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. يعني كلمة الإدراك في اللغة معناها إيه؟ اللحوق. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فإذا لم يصل إلى المعنى بتمامه كأنه لم يلحق به، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، فإذا لم يلحق بالتمام فهو لم يدرك. هذا معنى الإدراك، ما لا يتصور في العقل على ما هو الظاهر من بناء يتصور للمجهول. إذن تقرأها هكذا: والمستحيل ما لا يتصور، إذن بالبناء للمجهول.
بأي معنى يتصور يعني يدرك. وإذا قرأتها بالبناء للمعلوم تكون ما لا يتصور، ما لا يتصور في العقل وجوده، وحتبقى أو حيكون المعنى لا يتصور يعني لا يمكن. يبقى يتصور حتكون ايه بالبناء للمجهول، حيكون معناها ايه؟ ها؟ يدرك. اما ما لا يتصور في العقل يعني لا يمكن في العقل وجوده. يبقى بالبناء للمجهول لها معنى، وبالبناء للمعلوم لها ايه؟ وإذا قرأت بالبناء للمجهول تكون هكذا ما لا يتصور. أما إذا قرأت بالبناء للمعلوم فتقرأ هكذا ما لا يتصور، ويكون بمعنى إيه؟ لا يمكن. نعم. أو ما لا يمكن وجوده أي ثبوته على أنه مبني للمعلوم، والضمير في وجوده يرجع لما صدق المفهوم الذهني. والضمير في وجوده ما لا يتصور أو ما لا يتصور في العقل وجوده يرجع، الضمير الهاء في كلمة وجود إلى ماذا؟ يرجع لما صدق المفهوم الذهني، يعني هذا المفهوم اللي في الذهن لا يتصور وجوده. يعني مثلا هناك مفهوم في الذهن وهو مثلا اجتماع الضدين، ولكن العقل لا يتصور ذلك في الخارج، أو شريك للباري تبارك وتعالى، فالعقل يتصور يعني يفهم هذا الشيء، يعني يدرك معناه، ولكن لا يصدق بوجوده في الخارج. هذا إيه؟ كلمة الضمير يرجع ليه؟ لما صدق المفهوم الذهني، وليس إيه؟ إلى الوجود الإيه؟ الخارجي، كما يتبادر إلى فهم بعض الطلبة النقلة. يعني في طالب مجرد ينقل من الكتاب ويكتب في الورقة ولا يفهم يحفظ مثلا، ومجرد ناقل، ففي هذه لا يكون محصلا أو مدركا للعلم، لا بد من الفهم. نعم. ويدلك على ما قلناه قول المولى سعد الدين في حاشية العدد ما نصه، وحاصل معنى قولنا اجتماع النقيضين ممتنع، أن المعنى الحاصلة الذهن من هذا اللفظ ممتنع أن يوجد في الخارج فرض يطابقه. هنا شرح لك مرجع الضمير، أنه يرجع إلى لما صدق المفهوم الذهني، فشرح لك أو قال لك يدلك على ذلك أو على ما قلناه قول المولى سعد الدين في حاشية العضد، حاصل معنى قولنا اجتماع النقيضين ممتنع، أن المعنى الحاصل في الذهن من هذا اللفظ ممتنع أن يوجد في الخارج فرد يطابقه. وهو في الذهن حاصل، تتصور في ذهنك شريك، تتصور رجل، تتصور شجرة، لكنه لا يوجد هذا في الخارج، يبقى هو ممتنع أن يحصل أن يوجد في الخارج، لكنه حاصل في الذهن أو لا؟
حاصل في نعم. ولما كان المستحيل العقلي ينقسم إلى ستة أقسام: ذاتي وعرضي وإثباتي ونفي وضروري ونظري. يعني المستحيل خلاص عرفناه وقلنا إيه السين والتاء للطلب وهذا ضعيف، وقيل إنهما إيه زائدتان، وفي قول آخر إنه السين والتاء للصيرورة، وفي قول آخر إنه السين والتاء للعد والنسبة. يعني هذا مستحيل يعني منسوب إلى الاستحالة أو معدود في الأمور المستحيلة. يبقى في قول آخر إنه كلمة مستحيل يعني معدود في الأمور التي يقال إنها محالات عقلية. هذا سماح سيدي، ممكن نقول في تعريف المستحيل، المستحيل وما لا يقبل الثبوت. هذا قلناه في الدرس الماضي، وهذا هو تعريف من شيخنا الإمام الدردير رضي الله تعالى عنه عندما قال هو المنتفي الذي لا يقبل الثبوت، كما عرف الواجب بأنه الثابت الذي لا يقبل الانتفاء. لأنه هنا يقول الشيخ الدردير في الخريدة، يقول هذا اللي هو تعريف الواجب بأنه الثابت الذي لا يقبل الانتفاء، وتعريف المستحيل بأنه المنفي الذي لا يقبل الثبوت. يقول هذا أحسن وأقصر، يعني مختصر. ليه؟ لأنه عندما نقول ما لا يتصور في العقل، هو بيقول أن المستحيل هو مستحيل في ذاته سواء وجد عقل أو لا، فلماذا نربطه بالعقل؟ لكن لابد من ربطه بالعقل، لأنه لولا العقل لا نعرف شيء خالص، لا مستحيل ولا واجب ولا أي شيء. هيكون شأن الإنسان كشأن هذا الجدار، لو قلنا له هذا واجب وكتبنا له مستحيل ولا يفهم. فالإدراك لا يكون إلا بواسطة العقل، العقل هو آلة الإدراك، لكن ليس المستحيل هو العقل اللي أنشأ له الاستحالة، إنما العقل كشف عن ذلك وفهم، لكن هو مستحيل. يعني الشريك لله تعالى ممتنع ومستحيل، حتى لو لم يوجد عقل ولم يوجد شيء فهو مستحيل. هل مرتبط كونه مستحيل بوجود العقل؟ كل ما في الأمر أن العقل فهم ذلك وعرف أن يفرق بين المستحيل وبين الواجب وبين الجائز. نعم. ولما كان المستحيل العقلي ينقسم إلى ستة أقسام: ذاتي وعرضي وإثباتي ونفي وضروري ونظري. أشار إلى الضروري والنظري ممثلا لكل واحد منهما بقوله. يعني شوف، المستحيل مثل الايه الواجب في التقسيم. الواجب ذكر قبل ذلك أنه ينقسم إلى كم قسم؟ الواجب بيقول هنا ستة في صفحة 74 فوق، قال ينقسم الواجب العقلي إلى ستة أقسام، كذلك المستحيل، لأنه إذا وقعت القسمة في الأصل وقعت في المقابل. يبقى المستحيل ينقسم إلى ستة أقسام: ذاتي، يعني هو في ذاته مستحيل، وليس مستحيل عرضي كما مثلنا بإيمان مين؟ إيمان أبي لهب. يعني أبو لهب يمكن أن يؤمن، لكن لماذا لا يؤمن؟ لأن الله علم ذلك، إن هذا مستحيل عرضي. المستحيل الذاتي مثل الولد أو الشريك لله تعالى. ولذلك نجد أن عقائد المسيحية
لا يقبلها العقل، لأنهم يجعلون المستحيل العقلي ممكن أو جائز، فهم يخلقون الحقائق. يعني الولادة، الولادة بمعناها الذي يحصل للبشر مستحيل على الله تعالى. يبقى كيف نقول إن له تعالى ولد؟ ولذلك حل الله تعالى هذه القضية بقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لأنه معلوم أن الولادة لا بد من زوجة ولا بد من حمل ووضع، فكيف يكون ولد دون إيه؟ دون صاحبة؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. يعني إذن فالمسألة واضحة جدا في العقل. كان بعض مشايخنا زمان في الصغر ونحن ندرس في الابتدائية أو في الإعدادية يروننا نلعب في أيام الاختبارات أو أيام الامتحانات لا نذاكر، فيحثون على المذاكرة، ذاكر كي تنجح. فنقول له: سننجح إن شاء الله ببركة دعائك. فيقول: من غير مذاكرة؟ فنقول له: إن الله على كل شيء قدير. فيقول: أنتم شأنكم كشأن من يريد ولدا بغير زواج، والله على كل شيء قدير ولن يحدث. فقال: الذي يريد أن ينجح في الامتحان من غير مذاكرة كالذي يطلب ولدا من غير زوج. فقلنا له: كثير من الناس يغش وينجح. قال: هذا شأن ابن الزنا، ابن حرام، جاء بولد من حرام. جاء بولد غير شرعي. الغش ده معناه طريق ايه؟ ها؟ طريق غير شرعي، زي الأمر الزواج الغير شرعي. نعم. إما ضرورة كتعري الجن عن الحركة والسكون، إما ضرورة أي بديهة وهو ما يدركه العقل بلا تأمل. قسم المستحيل إلى ضروري وإلى نظري. الضروري هو ما يدركه العقل من غير تأمل، يعني لا يحتاج إلى فكر، خلاص، ككون الواحد ضعف الاثنين يحكم مباشرة باستحالة ذلك، أو أن الواحد مساوي للاثنين، هذا مستحيل ضروري. وفي مستحيل نظري هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. في مستحيل ذاتي، يعني هو في ذاته مستحيل، وفي مستحيل عرضي، وفي مستحيل يتعلق بالإثبات، وفي مستحيل يتعلق بالنفي. فلأجل هذا كانت الأقسام ستة، ثم أتى بالأمثلة. يلا. إما ضرورة كتعري يعني تجرد الجرم عن الحركة والسكون معا. يعني هذا جرم، جرم يعني جسم له حيز، كلمة جرم يعني لو حيز من الفراغ. فأقول لك: هذا الجرم لا متحرك ولا ساكن. فهل هذا يعني هل هذا يعقل؟ لأنه الجرم لا يخلو عن الحركة والسكون، فلا يكون متحركا وساكنا معا، هذا مستحيل أيضا. وكونه يخلو عن الحركة والسكون فهذا مستحيل أيضا. إذن ما هو الواجب؟ الواجب أن يكون متحركا أو ساكنا لا بخصوص شيء، أما الجائز أن يخص بواحد منهما، والمستحيل أن يعرو عنهما.
نعم. كتعري يعني تجرد الجن عن الحركة والسكون معا بحيث لا يتصف بواحد منهما. يعني تجرده عن الحركة والسكون معا محال. طب واجتماعهما فيه معا محال. فإنه لا يخفى أن الحكم باستحالة هذا العرض ضروري للعقل. فإنه لا يخفى أن الحكم باستحالة هذا العرض، العرض اللي هو إيه؟ ما هو العرض؟ الحركة أو السكون؟ ما الحركة أو السكون أعراض. وقلنا هناك الأكوان الأربعة أعراض لا يخلو عنها موجود حادث. اجتماع وافتراق وحركة وسكون، لأربع أشياء لا يخلو عنها موجود، حركة سكون اجتماع افتراق. يعني أنت مثلا موجود، قس على نفسك، لا يمكن أن تخلو عن الأربعة، يا متحرك إن لم تكن متحركا فأنت ساكن، وإن لم تكن في حالة اجتماع فأنت في حالة انفراد أو تفرق، افتراق اجتماع. يعني الآن نحن في اجتماع، بعد قليل سوف نتفرق، فأصبحنا في حالة افتراق، ودائما هكذا افتراق أو اجتماع، حركة أو سكون، لا تخلو عن ذلك أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، متحرك أو أو ساكن، مجتمع أو مفترق. إذ الجرم ما له حيد أي قدر من الفراغ. يعني هو بيشرح لك بقول إذ الجرم ما له حيد قدر من الفراغ، فهو يعني اللي هو الجرم إما أن يثبت فيه، شوف كده أنا الآن وضعت هذا الجرم في هذا الحيز هنا فثبت فيه شهر اثنين أربعة إلى يوم يبعثون، من هنا سكن سكون، انتقل إلى حيز آخر فهذه حركة. يقول حركة معناها النقلة، السكون معناها الثبوت. فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساكنا، فإما أن يثبت، فهو إما أن يثبت فيه، يعني فين فيه، يعني فين في القدر من الفراغ. الجرم يثبت في هذا الحيز في هذا القدر من الفراغ، فإذا ثبت فيه يكون ساكنا أو ينتقل عنه فيكون متحركا. وكونه لا يثبت في حيزه ولا ينتقل عنه مستحيل ضرورة. كونه يعني شوف الجرم هذا، شوف هذا الجرم أخذ حيزا من الفراغ، كلمة شغل حيز يعني لا يأخذه غيره، لا يمكن أن يشغله غيره. يعني مثلا لو جبنا كوب آخر وأردنا أن نضعه في نفس الحيز لا يمكن عقلا. يعني هنضعه فين؟ هنضع فوق هذا حيز ثاني، فوق هذا وهكذا. إنما لا يمكن نضعه في نفس في نفس الحيز. هل ينفع؟ يبقى إن ثبت في هذا الحيز في هذا الفراغ يكون ثبوته هو السكون، وإن انتقل يعني من حيز إلى حيز آخر كان كان متحركا. فمعنى الحركة هي النقلة، ولذلك بيقولوا الحركة الواحدة تريد كم شيء؟ ست أشياء عشان تتم حركة واحدة. عارفوا يا شيخ محمد؟ نسيتهم بعد الزواج تنسى. عدم ترك الزواج أفضل حتى يثبت العلم. بعد الزواج يتحرك، يعني ينتقل إلى حيز آخر. يبقى شوف الحركة الواحدة أول شيء ما منه الحركة، يعني أنت حتتحرك، يبقى من إلى
أنا سأتحرك الآن إلى الجامع الأزرق وإلى سيدي الدردير. خلاص الأزرق مسدناه، يبقى السحب الأزرق في قلوبنا، ماذا نصنع؟ وأشربنا في أشربوا في قلوبهم حب الأزرق. فاكر اليهود لما أشربوا في قلوبهم العج؟ بس دول يهود يعني. إنما إحنا إيه؟ أشربنا مش حب العج، لا، عج إيه؟ حب الأزهر الشريف. حتى لو رحنا الإمام الدردير كذلك نذهب بالأزهر معنا. يبقى أول شيء في الحركة منه الحركة، إليه الحركة. ودول كم؟ اثنين. بعد كده ما فيه الحركة، يعني هتتحرك من هذا المكان إلى هذا المكان. فيه الحركة، يعني هتاخد الحركة إيه؟ تاخد مكان أيضا في الطريق، وهتاخد زمان في للظرفية، في ظرف زمان وظرف إيه؟ مكان. قدر كام؟ أربعة. لأنه كلمة فيه يعني الزمان الذي تقع فيه الحركة والمكان الذي أصل الحركة عندما ينتقل من مكان إلى مكان اللي حيمر فيه ده أيضا مكان، فتقع إيه؟ في المكان الأول ثم في المكان الثاني، والذي بينهما يعتبر إيه؟ مكان أيضا، وتقع في زمان، يعني وقعت في دقيقة، وقعت يوم السبت، وقعت يوم الأحد. وكم هؤلاء إيه؟ ما فيه ما منه الحركة، ما إليه الحركة، ما فيه الحركة، ما به الحركة، ما له الحركة. كم دولة؟ ستة. يلا اقرأ. فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساكنا أو ينتقل عنه فيكون متحركا وكونه لا يكون. فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساكنا أو ينتقل، أو يصلح وينتقل عنه فيكون متحركا. إذا تصلح أي خطأ نحوي أو تشكيل عشان عندما يطبع مرة ثانية نتفادى هذه الأخطاء. أو ينتقل عنه فيكون متحركا. إذا لم ينتقل، لو ظل في نفس الحيز 100,000 سنة يكون إيه؟ ساكن. يعني لا يوصف بالحركة إلا إذا انتقل إلى حيز آخر. نعم. وكونه لا يثبت في حيزه ولا ينتقل عنه مستحيل. يعني نفرض أن هذا الجرم غير ثابت في الحيز وغير منتقل، ده اسمه إيه ده؟ هذا مستحيل ضرورة، لا هذا لا يحتاج إلى نظر، هذا بالبداء. كن أقول لك الجرم لم يثبت في هذا الحيز ولم يتحرك، هذا إيه؟ مستحيل. ولذلك لما شوف كده حجبت مثال من القرآن، لما سيدنا موسى قال ربي إيه؟ أرني أنظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر، استقر يعني الثبوت، ثبت الجبل في حيزه لم ينتقل، أو ده السكون ده، فإن استقر مكانه فسوف تراني. هنا تعليق الجبل استقراره على أمر، تعليق رؤية الله تعالى على استقرار الجبل، هذا إيه؟ جائز ممكن والغير ممكن؟ لا، ممكن يكون استقرار الجبل مستحيل. يعني أهل السنة قالوا استقرار الجبل مكانه ده ممكن، المعتزلة قالوا لا ده مستحيل، وهو ممكن وهو مستحيل أيضا. كيف هذا؟ يبقى استقرار الجبل مكانه، استقراره يعني سكونه بعد تحركه بعد اضطرابه، هذا هو الممكن. أما المستحيل أن يستقر وهو متحرك، فالمعتزلة فهموها أن الجبل لا يمكن أن يستقر وهو إيه؟ متحرك، يبقى هذا مستحيل، فلن يرى موسى ربه أبدا، لأنه علق الرؤية على مستحيل وتعليق الأمر على مستحيل فهو مستحيل.
أما أهل السنة قالوا لا، هذا ممكن، أي استقراره بعد حركته وليس الاستقرار والحركة معا. فيمكن أن يكون الاستقرار والحركة مستحيلان إذا كان معا، ولكن إذا كان أحدهما عقب الآخر فهذا هو الإيه؟ طب كون الجبل لا يتحرك ولا يسكن هذا أيضا مستحيل. نعم. وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين. هو هنا في تعريف للحركة وتعريف لليه للسكون، هما تعريفين، بس سيدنا الشيخ ذكر منهما واحدا. لو سئلت كده ايه تعريف الحركة، الحركة كونان في آنين في مكانين، اقول ثاني، الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. ده التعريف اللي الشيخ ذكره. في تعريف ثاني، الحركة هي الكون الأول في المكان الثاني، والسكون هو الكون الثاني في المكان الأول. أقول ثاني، يبدو التعريف الأول أسهل. الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. التعريف الثاني، الحركة هي الحصول أو الكون الأول في المكان أو في الحيز الثاني، والسكون هو إيه؟ الكون الثاني أو الحصول الثاني في الحيز الأول. فهمت؟ كده لو أنت حفظت هذين التعريفين تقول أنت أرسطو عصرك أو سقراط زمانك. طبيعي، ما معنى هذا الكلام؟ الحركة كونان، ما معنى كونان؟ يعني حصولان أو وجودان، الكون يعني الحصول، يعني شيء يحصل، شيئين يحصل، حاجتين كونان، اثنين يعني يوجد ويوجد، يوجد مرتين كونان، هذا معنى اثنين. في آنين يعني قلنا الحركة لما يبدأ مثلا هتحرك الآن، هتحرك الآن مثلا من القاهرة إلى الصعيد، ده الكون الأول ده، تمام كده. وبعدين كونان في ايه؟ في آنين، يعني لا يمكن حاصل الى الصعيد في نفس الآن، حاصل في آن ايه؟ آخر. فكده كونان في آنين في مكانين، يعني قلنا من الى، هذا الحركة. انما السكون في نفس المكان، والا لما سمي ساكنا. يبقى السكون كونان يعني حصولان، يعني مثلا أنا وضعت هذا الجرم في هذا المكان فصار ساكنا، بعد دقيقة لم ينتقل فهو ساكن، يبقى هنا اسمه كون ثاني، ده كون ثالث. كونان يعني على الأقل، مش كونان يعني اثنين فقط، ولو حتى المسموم لم ينتقل. فكل كون يعني كل حصول غير الأول يسمى كون. في آنين يعني في زمانين، يعني مثلا وضعت في الدقيقة الساعة 8:57 برضو ساكن، 59 وهكذا، في آنين يعني على الأقل. كونان في آنين في إيه؟ في مكان واحد، يعني إذا لم ينتقل من المكان يعني من الحيز الأول فيكون ساكنا وهكذا، لكن إذا انتقل إلى غيره يكون إيه؟ متحركا. وذلك الفرق بين الحركة والسكون، الحركة حصولان والسكون حصولان وفي زمانين، ولكن الفرق بينهما أن السكون بيبقى في مكان واحد والحركة تكون في إيه؟ في مكانين. أو نقول كده الحركة هي الحصول الأول في المكان الثاني، أول ما حصل في المكان الثاني، الحصول الأول في المكان الثاني ده الحركة. طب الحصول الثاني في المكان الأول هذا اسمه ايه ده؟ سكون. يلا.
وهذا معنى قولهم الحركة كونان في آنين في مكانين، والسكون كونان في آنين في مكان واحد. إذا الآن عرفت الحركة والسكون، كونان في آنين في مكانين، كونان في آنين في مكان واحد. الحصول الكون الأول في المكان الثاني، ده الحركة. السكون الكون الثاني في المكان الأول. واضح كده؟ وعلى كل من التفسيرين لا يكون الجرم في أول حدوثه متحركا ولا ساكنا. خذ بالك، هو بيقول لك كونان في آنين في مكانين، مش كده؟ طب والسكون كونان في آنين في مكانين، لو فسرنا، لو خدنا على التفسيرين يبقى الجرم متى يكون ساكنا ومتى يكون متحركا؟ بعد استقراره فين؟ في الحيز. إنما في أول حدوثه لا يوصف الجرم بالحركة ولا بالسكون، لأنه لسه ما فيش كونان، ده كون واحد، وما فيش مكانين، ده مكان واحد. خلاص؟ ده لا في كونين ولا في آنين ولا في مكانين. فيبقى الجرم أول ما رب في ساعة خلقه كده، إذا لا متحرك ولا، لأنه لا يوصف بهما إلا بعد استقراره في الحيز. يبقى ممكن واحد يسألك سؤال كده، يقول لك أنت أزهري، يقول لك أنتوا بتقولوا المستحيل هو أن خلو عرو الجرم عن الحركة والسكون. فيسألك كده، اعتبره مثلا من الألغاز، فيقول لك متى يكون الجرم لا متحرك ولا ساكن؟ فتقول في أول حدوثه، هنا لا يوصف بأنه متحرك ولا ساكن. كيف نفهم هذا؟ ما أن في أول حدوثه، يعني أليس هذا في مكان السكون؟ في أول، يعني في الكون الأول، هو يقول لك كونان، في السكون في كونان، وفي الحركة في كونان، هنا ما فيش كونان، على حسب التعريف. يعني مثلا لما ربنا خلق الجرم، أول خلقه، خلقه متحرك؟ لا. خلقه ساكن؟ لا، لأنه كونه متحرك وساكن حسب التعريف كده، حسب التعريف ده كونان، ولم يوجد كونان بعد ولا آنين. نقول في أول حدوث، يعني في الكون الأول، يعني مثلا الجرم في الكون الأول، في الآن الأول، لا مت... لا بد عشان يكون متحرك أو ساكن يكون كونان، وهنا لم يصبح بعده كونان. وقال كيف أفهم؟ الآن أقول لك كيف فهمت. أصله لا يمكن أن يكون الكلام غير مفهوم. مرة كان الإمام الغزالي واحد قال له قال له لا أفهم، فقال له وأنا ما شأني إذا كنت لا تفهم؟ فقال لست لا أفهم لأني لا أفهم، ولكن لأن كلامك لا يفهم. يبقى هو الشيخ بيفهم، بس الكلام اللي هو لا يفهم كيف يفهم؟ فإذا ما فهم فمعنى هذا أن الكلام مفهوم. واضح؟ ولو لم يكن مفهوما لما فهمته أنا أيضا. وعلى كل من التفسيرين لا يكون الجرم في أول حدوثه، يعني لو أخذت بالتفسير الأول اللي هو كونان في آنين في مكانين، ولو أخذت بالتفسير الثاني اللي هو الكون الأول في المكان الثاني والكون الثاني في المكان الأول، فبناء على هذا الجرم في أول حدوثه، في أول حدوث واستقراره في الأرض، لا يوصف بأنه متحرك ولا ساكن، لأن الموصوف بهما على كل من التفسيرين لا يكون إلا بعد تقرر وجوده في الخارج. وإنما يوصف بهما بعد تفاضله في الخارج، فعرفه فإنه نفيس.
عليكم خدتوا الآن شيء نفيس نعرفه فإنه نفيس. نعم. وإما نظرا كالشريك لمولانا جل وعلا، وإما نظرا وما يدركه العقل بعد التأمل كالشريك أي المشارك لمولانا أي لخالقنا وناصرنا ومتولي أمورنا. يعني كلمة لمولانا هذه وردت في القرآن الكريم، أنت مولانا هو خالقنا وناصرنا. المولى لها معاني، المولى بمعنى الناصر كما قال تعالى وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا ناصر لهم. والمولى بمعنى الخالق، المولى بمعنى المتولي الأمور. يبقى إذن هذا يعتبر مشترك لفظي ولا مشترك معنوي. إذا كان اللفظ واحد والمعاني مختلفة فيكون مشترك لفظي. ولذلك نقول عن نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم هو أيضا مولانا. فبعض السلفية يعتبرون أن هذا شرك، يقول كيف تجعل الله مولاك والنبي مولاك وتقابل المشايخ فتقول له السلام عليكم يا مولانا وتقبل يدك، أنت لك أكثر من إله، قل له لا إله إلا الله. هذا لفظ مشترك لفظي، بمعنى أنه يطلق على الله بمعنى، ويطلق على النبي بمعنى، ويطلق حتى على غير الله وغير النبي. قال تعالى مأواكم النار هي مولاكم، فهل معنى كده هي خالقكم؟ شيء عجيب. مأواكم النار هي مولاكم. جل وفي سورة الدخان في آية كده يوم لا يغني مولا عن مولى. هنا المولى بمعنى الصديق حميم. يوم لا يغني مولا عن، فليها ست معاني. هم تركوا المعاني الستة ومسكوا في معنى واحد فقط، فأصبح كل من يقال له مولانا في نظرهم يعني هو الله. هذا هو الجهل بعينه. جل اتصف بالرفعة التي لا تماثل، وتنزه عما لا يليق به، وعز انفرد بصفات الجلال. حتى المولى بتطلق مش على الصديق وعلى الناصر وعلى المتولي، تطلق على الخادم. يقول لك مولى رسول الله اللي هو خادمه، وكان مولى رسول الله في الحديث في السنة لم يقرأوا حتى الأحاديث مولى. وفي حديث من كنت مولاه فعلي مولاه. جايزا فقط مش سيدنا النبي وسيدنا علي ومشايخنا وعلماءنا والصحابة كله ده مولانا. فاللفظ يختلف بحسب بحسب معناه أو بحسب المسند إليه. فلا ننكر هذه الألفاظ لأنها مستعملة وجرت عليها الأمة كلها، كله يستعمل هذا اللفظ. قل أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله، خلاص، وتقول على رب العالمين مولانا، ولكن المعنى يختلف. وورد في القرآن ده اللي اسمه المشترك اللفظي، يعني الاشتراك في الحد لا يعني الاشتراك في الوصف، لا يعني الاشتراك في الحد. شوف كده وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. هنا الخطاب لمين؟ لله. طيب ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ ده سيدنا يوسف ادعى الألوهية. حصل؟ لا. وهنا اشتراك في الايه؟ في الوصف، ليس معناه اشتراك في الحد. جل اتصف بالرفعة التي لا تماثل وتنزه عما لا يليق به، وعز انفرد بصفات الجلال أو غلب. عز يعني كلمة عز يعني معناها انفرد بصفات الجلال، أو عز يعني من اسمه تعالى العزيز يعني الذي لا يغلب، خلاص، أو العزيز بمعنى الممتنع. يقول لك هذا شيء عزيز،
فكلمة اسمه تعالى العزيز له معاني كثيرة، منها إيه؟ الغالب، لأنه قاهر لجميع الأشياء. فإن استحالات الشريك على الله تعالى لا تدرك إلا بعد النظر والتأمل. الآن يأتي لك بمثال للمستحيل النظري، ومثال المستحيل الذاتي كون الذات العالية جرما تعالت. يعني هل يمكن أن يكون الله تعالى جرم؟ ده مستحيل. لماذا؟ لأن الجرم لا بد أن يشغل حيز من الفراغ، والجرم لا يخلو عن الحركة وإيه والسكون. فإذا كان الله تعالى جرما، إذن معناه هيشغل حيز، هيلزم أن يكون له زمان، ويلزم أن يكون له مكان، وهيلزم من كونه تعالى جرما مماثلته للأجرام ومماثلة الأجرام له، ويلزم حدوثه كما أن الأجرام حادثة. يبقى هذا إيه؟ هذه هي الخطورة. فإذا انتفت الجرمية، يعني كونه تعالى جرم انتفى، حينتفي اللوازم، لوازم الجرمية من الحيز والمكان والزمان وغير ذلك. هذا هو معنى لأن الذات العالية لو كانت جرما لأدى ذلك إلى حدوث الذات العالية. ولذلك قال تعالت، يعني تنزهت وتقدست عن أن تكون الذات العالية جرما. وعارف لو كانت جرما هنقول فيها الجرم إذا إما متحرك وإما ساكن، ولا تخلو عن الأعراض. إذن فلما انتفت عن الذات العالية الجرمية، انتفى أن يوصف الله تعالى بالحركة أصلا، لأنه لا يوصف بالحركة أو بالسكون إلا الجرم. إذن في هذه الحالة لا يوصف بأنه تعالى متحرك، ولا يوصف بأنه ساكن. وإذا لم يوصف بالحركة أو السكون، لا يوصف بالنزول ولا بالصعود، لأن النزول نقلة، النزول ده حصول حركة، كونان في آنين في مكانين، أو حصول أول في الحيز الثاني. إذن يستحيل عليه تعالى أن يوصف بالحركة أو بالسكون، لأنه لو وصف بالحركة والسكون حيتصف ببقية الأعراض مثل الاجتماع والافتراق. وضحت هنا؟ ومثال المستحيل العرضي كدخول الصحابة العشرة النار. يعني هذا مستحيل عرضي. لماذا لم يكن مستحيل ذاتي؟ يعني الصحابة العشرة هم المبشرين بالجنة، هل يمكن أن يدخل النار؟ كونهم يدخل النار هذا ليس مستحيل. احنا قلنا من الجائز أن الله تعالى يعذب المطيع ويثيب العاصي، هذا من الجائز عقلا، ولكنه استحال عرضا، أي نظرا لأدلة الشرع، لكنه في ذاته يعني من ناحية العقلية جائز أن يدخل النار حتى الأنبياء، جائز عقلا، ولكنه غير جائز شرعا. يعني من الجائز عقلا أن يغفر الله تعالى الشرك والكفر، ولكنه غير جائز شرعا. هذا يسمى جائز ويسمى مستحيل عرضي. مغفرة الشرك استحالتها ليست ذاتية، وإنما استحالة عرضية. لماذا لا يغفر؟ لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب إيه اللي حيكون فيها لو أن الله غفر الشرك؟ حينقلب الخبر اللي في القرآن كذب، والله يتنزه عن الكذب لأنه نقص، والنقص عليه تعالى محال. نعم.
ومثال المستحيل الإثباتي كإثبات الزوجية للثلاثة. يعني عاوزين مثال في الإثبات، نقول إيه؟ الثلاثة زوج والأربعة فرد، يعني نريد أن نثبت للثلاثة الزوجية، هذا يستحيل قطعا. أو نثبت الزوجية الفردية للأربعة، هذا أيضا مستحيل عقلا. نعم. ومثال المستحيل النفي كنفي الزوجية عن الأربعة. تريد أن يذكر لك مثالا في النفي، وهو الإثبات والنفي متلازمان، إذا كان هذا إثبات ممكن تحوله إلى نفي، يقول لك الإثبات الزوجية للثلاثة، عاوز تخلي نفي، نفي الفردية عن الثلاثة، فيكون مستحيلا، إثبات الزوجية مستحيل، ونفي الفردية مستحيل. قال المصنف رحمه الله: والجائز ما يصح في العقل. هو الآن هيدخل في إيه؟ في تعريف الجائز، فرغ من تعريف الواجب والمستحيل واستفاض في ذلك، فقال: والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، إما ضرورة كالحركة لنا، وإما نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العاصي. خلاص كده؟ ده مثال الجائز، فيش أمثلة تانية إلا الجدول اللي في الآخر حوله لنا. يبقى الجائز، يلا يا شيخ. ولما فرغ من ذكر المستحيل شرع في ذكر الجائز. هل يوجد موانع لنفرق بين المستحيل الذاتي والعرضي والإثبات والنفي؟ وأنا قلت لك المستحيل ده يا إما يكون ذاتي يا إما يكون عرضي. والواجب يا إما يكون ذاتي يا إما يكون عرضي. واضح كده؟ أما الإمكان فلا يكون إلا ذاتي أو الضرر اللي أنت عاوز تبحث عنه. يعني شوف الواجب مثلا العالم ده، هل هو واجب أن يوجد؟ لا، ولكن نظرا لتعلق علم الله وإرادته بوجود العالم يصبح المستحيل واجب عرضي، ويصبح عدم وجود العالم اللي هو في نفسه جائز أو ممكن، يصبح عدم وجوده نظرا لتعلق العلم بالوجود يصبح مستحيل. يبقى وجوده واجب عرضي، وعدم وجوده مستحيل عرضي. طب وما هو اللي هو غير عرضي؟ هو إمكانه. فالإمكان لا ينظر فيه إلى شيء خارج، وإنما ينظر فيه إلى ذات الممكن. ولذلك الاستحالة إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون عرضية، والوجوب إما أن يكون ذاتي وإما أن يكون أما الإمكان لا يكون إلا ذاتيا، ما فيش حاجة اسمه ممكن عرضي، ما فيش حاجة اسمه الإمكان البعال، الإمكان لا يكون إلا إلا ذاتي. أصلاً لو كان الإمكان عارض هيبقى الممكن في نفسه يا مستحيل يا واجب. أخذت الضابط؟ ولما فرغ من ذكر المستحيل شرع في ذكر الجائز، فقال: والجائز اسم فاعل من جاز وجوده إذا أمكن، وهو بهمزة جاز يجوز، فهو جائز. خلاص؟ زي مثلا فاز يفوز فهو فائز، فائز ده اسم فاعل. طب ويفوز ده فعل مضارع. طب وفاز فعل ماضي. يبقى الجائز اسم فاعل من جاز وجوده اذا امكن، وهو بهمزه مخففه مبدله من واو. يعني اصلا الجاوز، لأنها أصلا في الفعل يجوز، يعني جاز يجوز فهو جاوز. ولذلك دي همزة مخففة أصلها واو، إذ أصل ماضيه جاوز. أول ما تريد تعرف أصل الهمزة تجيب تجيب الأصل، أهو لو جبت الماضي هتلاقيها جازة، انما هي اصلها لو ايه اللي يكشف المضارع؟ جاز يجوز،
يبقى الاصل الالف دي واو، دائما تلقى الالف يا اما اصلها واو يا اما اصلها ياء بالغالب يا واو يا ايه، يعني مثلا قال اصلها قولة، قال يقول، باعض اصلها ايه بيع، يبقى الالف اللي باع اصلها ياء. طب خاف اصلها واو من الخوف، خوف ولا الخيف، الخوف. واحيانا يختلفوا هل هي اصلها واو ولا اصلها ياء، يعني تقول دعا تقول دعوت ولا دعيت، دعوت تمام، رمى رميت، غزا قال لك ممكن تقول غزوت ممكن تقول غزيت، ففي اختلاف في بعض الافعال. وهو بهمزة مخففة مبدلة من واو، إذ أصل ماضيه جاوز بأنه من الجوز. وتقرر في التصريف إبدال الهمزة من الواو ومن الياء في اسم الفاعل مما أعل عنا. يعني ده في علم الصرف، وتقرر في التصريف، عايزين تدرسوا علم صرف هاتوا كتاب اسمه إيه؟ شذا العرف، حلو، في كتاب أسهل منه اسمه إيه؟ اسمه يا شيخ محمد بتاع الشيخ، كتاب صغير كده اسمه، والله اسمه على ذهني، اسمه ها عنوان الظرف مش كده، بتاع مين ده؟ سلام هارون، عنوان ايوه ممكن يكون هذا الكتاب، صغير كده بس ممتاز جدا. فعلم الصرف ده مهم. وتقرر في التصريف إبدال الهمزة من الواو ومن الياء في اسم الفاعل مما أعل عينا، يعني مما كانت عينه حرف علة، جاز جاوى جاوز العين، جاز فعل، جاوز فعل، تبقى إيه العين دي معلولة حرف علة، فأحيانا تكون العلة في عينه، واحيانا تكون ايه في الفاء، واحيانا تكون فين في اللام. ما بمنزلة الجنس واقعة على معلوم او مفهوم، كما قال في الواجب، مش عاوز اشرح، ما بمنزلة الجنس واقعة على معلوم، او لا ينبغي ان تكون على شيء، لان الشيء في اصطلاح المتكلمين هو الموجود. يعني ليه بقول لك دي ما نكرة، يعني بمعنى شيء، قال لك اصله ما ينفعش نخليها شيء، عشان احنا بندرس علم الكلام، والشيء في اصطلاح المتكلمين هو الموجود، واحنا بنتكلم على حاجه معلومه او مفهومه في الذهن، وليس على شيء موجود في الخلف. عشان كده قال لك ايه ما ينفعش ان نفسر ما بشيء، فنقول ايه ما يعني معلوم او مفهوم، لأنه المعلوم غير الموجود، المعلوم ده ممكن يكون موجود وممكن يكون غير موجود، خلاص كلمة معلوم يعني ما يعلم، لأن العلم يدخل في الأقسام الثلاثة الواجب والمستحيل والجائز، فيقتضي أن المعدوم لا يتصف بالإمكان. يعني هو عاوز يقول لك لماذا قال إيه ما تقع على معلوم أو مفهوم، لأنه لو جعلناها تقع على شيء والشيء بمعنى الموجود، هذا يقتضي أن المعدوم لا يتصل بالإمكان، ومعلوم أن المعدوم يتصل بالإيه؟ بالإمكان، بس المعدوم على نوعين، فيه المعدوم الممكن وفيه المعدوم المستحيل، هذا لا يتصل بالإمكان، هذا خارج من البداية. فالمعدوم الذي يتصل بالإمكان هو المعدوم الممكن، أما المستحيل هذا لا يتصل بالإمكان، وإنما يتصل بالإيه؟ بالاستحالة، خلاص. وإن اتصف بالإمكان فالإمكان على إيه؟ ها؟ الإمكان له إيه؟ له معنيين، اللي هو الإيه؟ الإمكان العام والإمكان الإيه؟ الخاص. إيه الفرق بين الإمكان العام وبين الإمكان الخاص؟ حد عارف؟ يبقى الإمكان الخاص ده سلب الضرورة عن الطرفين، الطرف الموافق والطرف المخالف. يعني أنت بتنطق بماذا تقول؟ تقول كده زيد موجود، خلاص يبقى وجود ده زيد ممكن،
ده اللي انت نطقت به. طب والمخالف لكلامك زيد غير موجود، مش كده؟ فيبقى احنا سلبنا الضروره يعني الوجوب عن وجود زيد وعن عدم زيد، فيصبح وجود زيد وعدم زيد ليس وجود واجب وليس عدم واجب، فيصير الوجود والعدم بالنسبة لزيد ممكن. هذا هو الإمكان بالمعنى الخاص، سلب الضرورة عن الطرفين، يعني الذي يوافق ما تقول والذي تخالف ما تقول، لأن الجملة اللي انت قلتها زيد موجود بالمعنى بالإمكان بالمعنى الخاص. يعني ايه معنى وجود زيد؟ هل وجود زيد واجب؟ لو كان وجوده واجبا لكان عدمه مستحيلا. ده انا نفيت الوجوب عن وجوده ونفيت الوجود عن الوجوب عن عدمه. هذا اسمه ممكن بالمعنى الخاص. ما معنى الإمكان بالمعنى الخاص؟ سلب الضرورة عن الطرفين، الطرف الموافق لما نطقت به والطرف المخالف. أما الإمكان بالمعنى بالمعنى العام يبقى سلب الضرورة عن الطرف المخالف فقط. فتقول كده الله تعالى موجود، يبقى لم أسلب الضرورة، الضرورة عن الوجوب عن الطرف اللي أنا قلته، وإنما سلبتها عن المخالف. خلاص كده؟ يبقى عدمه تعالى ليس واجبا. يبقى ما هو الواجب؟ هو ايه؟ لانه لو كان عدم واجب فلا يوجد ابدا. يبقى كده ممكن نقول كده الامكان العام يدخل فيه الواجب، الامكان العام، ويدخل فيه الايه الجائز اللي هو بالمعنى الامكان الخاص، ولا يخرج عن الإمكان العام إلا المستحيل العقلي، بس هو ده اللي يخرج عن الإمكان العام. أما الإمكان الخاص يدخل فيه الإمكان العام، يدخل فيه الواجب. ودي مسألة كانت مهمة فزمان شرحناها، بس انتم دائما مشكلتكم النسيان. ليه؟ لأنه ما فيش مذاكرة، ما فيش مراجعة. كنا نشرح في كلمة التوحيد، نقول لا إله إلا الله، ضرورة هنا لا نافية للجنس، مش كده؟ هو إله إيه؟ اسم لا نافية للجنس. طب إلا الله لفظ الجلالة بدل، طب فين الخبر بتاع لا النافية للجنس؟ قال لك محذوف. طب إيه تقديره؟ هنقول كده لا إله موجود إلا الله. يبقى معناها غير الله تعالى لا يمكن ان يكون اله، يعني ما فيش اله موجود غيره، مش كده؟ لكن انت نفيت وجود الاله غير الله، لكن لم تنفي امكانه، نفيت وجوده، لكن كونه يوجد فيما بعد انت ما نفيتهوش. فلو قدر الخبر بتاع لا النافع للجنس من مادة الإمكان ليس من مادة الوجود لكان أبلغ في نفي الشريك. فلما أقول لا إله موجود إلا الله أنا نفيت ليه الموجود. لما أقول لا إله ممكن، يعني معناها لا إله موجود ولا يمكن أن يوجد، هذا أبلغ وأشد في نفي ليه في نفي الشرك. بس هيأتي واحد يعترض عليك ويقول لك أنتم تقولون الإله واجب، فكيف تجعلون الخبر ممكن وهو واجب؟ فقل له الإمكان بالمعنى العام الذي يدخل فيه الواجب. أما الإمكان المنفي هو بالمعنى الإيه؟ بالمعنى الخاص. فهمت؟ هذا من نفائس العلم، فاحرص عليه فإنه نفيس. لأنه جعلنا الإيه؟ جعلناه إيه ممكنا بس بالإيه؟ ها؟ بالمعنى العام. ما شرحناها، قلنا الإمكان بالمعنى العام هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف فقط. فيكون الله تعالى ممكنا بالإيه؟ بالإمكان العام اللي هو يدخل فيه. قلنا لا يخرج عن الإمكان العام إلا المستحيل العقلي. فيبقى ينفع نقدر الخبر المحذوف من مادة الإمكان ولا ما ينفعش؟ ها؟ ينفع، لأنه أبلغ في
بنفي الشريك. ولذلك بعض الناس الصالحين يقول لك انت بتقول كده اشهد ان لا اله الا الله وحده، خلاص وحده يعني لا شريك له. فانت لماذا تقول وحده لا شريك له؟ لما وحده يعني لا شريك له، ولا شريك له معناها وحده، فلماذا الجمع بينهما؟ يعني عندما تقول جاء زيد وحده، لماذا تقول وحده لا شريك له؟ إذا قلت لم يأتي معه شريك يبقى معناها جاء وحده، وإذا قلت جاء وحده يعني لم يأتي معه، فما فائدة لا شريك له بعد لا إله إلا الله وحده؟ ما فائدة لا شريك له بعد إيه؟ البعض قال للتأكيد لكن لا، لأنه لما تقول وحده كأنك تشهد لله تعالى بالألوهية وحده، لكن لم يخطر ببالك أن هناك شريك، فسواء كان في شريك أو ما في شريك فأنت تشهد له وحده بالألوهية، لكن عندما لاحظت الشريك فنفيته فقلت لا شريك له. يبقى الأول لم يكن هناك ملاحظة للشريك أصلا، ما جاش في بالك، فعشان كده قلت واحد ما نفيتش الشريك كده. إنما عشان تنفي الشريك لازم تقول لا شريك له، يعني واحدة لم تنفي الشريك. واضح كده؟ يلا. ما بمنزلة الجنس واقعة على معلوم أو مفهوم، ولا ينبغي أن تكون على شيء، لأن الشيء في اصطلاح المتكلمين هو الموجود. خلاص فهمنا كده، الشيء في اصطلاح المتكلمين هو الإيه؟ الموجود، كما قال الشيخ في الجوهرة وعندنا الشيء هو الموجود، يعني ده اصطلاح. لكن لو في اللغة يعني في اصطلاح المتكلمين لا يقال شيء إلا لإيه؟ للموجود. إنما في اللغة يقول لك لا، الشيء دي هاد كتاب اسمه الكتاب، كتاب كده اسمه الكتاب، تعميم تعسيبوي ده إمام اللغة، بيقول ده الشيء دي لها ست معاني وجابها من القرآن. يعني سيبويه ده كان أعلم في اللغة من المتكلمين، طب في اللغة، في اللغة لازم يكون أعلم منهم، وهم في العلم الكلام أعلم منهم، وهكذا وفوق كل ذي علم عليم. ليه؟ لأنه لم يقل وفوق كل عالم، كل ذي علم. يعني أنا مثلا عندي علم في التوحيد، أنت عندك علم في الفلسفة أو في الكيمياء، فأنت فوقي في هذا العلم وأنا فوقك في العلم، وكل واحد فينا فوق الآخر. يعني مثلا عندنا حشرح لك تجويد، يبقى أنت تجلس تحت هنا، أنت حتشرح لي مثلا جغرافيا، يبقى أنت تيجي فوق وننزل تحت، وفوق كل ذي علم عليم، يبقى كل واحد فينا فوق الآخر. هذا في يعني ممكن واحد بيعمل دهان في أو السقف أو إصلاح يعرف يفك الكهرباء اللي هو الصنايعي، هذا فوقك في صنعته في علمه، هو أعلم منك، وإن كان عندك حتى دكتوراه لكن هو أعلم منك في السباكة كده، هو أستاذ. إذا أردت أن تلمز على يديه فيقول هو أستاذ لك. نعم، كنا بنقول إيه في السيبوية بيقول شيء ده يا إما يكون بمعنى شيء، يعني كلمة شيء تأتي بمعنى المقدر في الذهن. من أين يا سيبوية جبت الكلام ده؟ قال من قوله تعالى ولا تقولن لشيء، وهنا مش موجود، بدليل إني فاعل ذلك غدا. هنا الشيء أين هو الشيء الذي ستقول له إن شاء الله؟ لو فين قدرته في ذهنك، فهنا شيء بمعنى المقدر في الذهن. ولا تقولن لشيء، هل هذا الشيء وجد أو لا؟ بدليل إني فاعل ذلك غدا، لم يوجد. يبقى هنا الشيء في قوله تعالى إني فاعل، ولا تقولن لشيء بمعنى إيه؟ وقال الشيء بمعنى إيه؟ الممكن. قال تعالى إن الله على كل شيء
لا يمكن أن نفسر الشيء بالموجود، لأن القدرة لو تعلقت بالموجود وأوجدته يكون إيه؟ تحصيل حاصل. فالشيء هنا في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير بمعنى الممكن، والشيء بمعنى الموجود، وكل شيء أحصيناه كتابا. فلا يدخل في الإحصاء إلا الموجود، لا يمكن يحصى يعني يعد المعدوم. يعني لو أنا دخلت هذه القاعة أو هذا المكان وليس فيه أحد وأريد أن أعد الطلبة، كيف يعد المعدوم؟ الإحصاء لا يكون إلا في الإيه؟ الموجود. يبقى في قوله تعالى وكل شيء، الشيء بمعنى إيه؟ بمعنى الموجود. إن الله على كل شيء بمعنى إيه؟ الممكن. ولا تقولن لشيء بمعنى المقدر في الذهن، إن الله بكل شيء عليم، يعني بكل معلوم. فيدخل هنا المستحيل ويدخل الممكن ويدخل الواجب، لأن الله عالم بذاته. ويبقى كده إيه؟ قل أي شيء. يبقى كم معنى قلناهم دلوقتي؟ أربعة. أنتوا ابحثوا عن اثنين. يلا. هم ستة. يعني لكن في اصطلاح المتكلمين معنى واحد، هو الشيء بمعنى الموجود. أما في اللغة لا، ست معاني، وأنا ذكرت لك منها أربعة. خمس موجود. خامس إيه؟ إيه هو؟ إنما موجود. والجائز قد يكون وال والخامس اللي هو الشيء بمعنى المعدوم، مش كده؟ انما ايه قولنا لشيء يعني لمعدوم اذا اردنا ان نوجده. يبقى خمسه، باقي السادس موجود؟ خلاص. سته، خمسه. والجائز قد يكون معدوما ويتصف بالامكان الذي هو الجواز. نعم، الشيء لغة يطلق على الموجود والمعدوم. قال الله تعالى إنما كونه يطلق على الموجود والمعدوم، هذا في اللغة. إنما في الاصطلاح لا يطلق إلا على الموجود، فلا يقال شيء إلا إذا كان موجودا. قال صاحب الجوهرة وعندنا الشيء هو الإيه؟ الموجود. يصح. قال الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يصح. وهذه الآية استدل بها المعتزلة إنه المعدوم الممكن أو الممكن المعدوم يقال له شيء، بدليل أن الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا، وهو لم يوجد بعد، لأن الله تعالى يوجده بعد أن يقول له كن فيكون، فقبل أن يتكون ليس موجودا، وهو في حالة عدمه سماه الله شيء، فقال إنما قولنا لشيء. هل هذا كلام هل استشهاد أو استدلال المعتزلة بالآية صحيح؟ لا، غير صحيح. كاستدلال السلفية أو الوهابية يستدلون بالأحاديث والآيات، وفي ظاهر الأمر إنه هذا إيه صحيح أو استدلال وهو خطأ. ليه؟ لأن المحققون قالوا ليس هناك خطاب حقيقي، وإنما هذا المراد به سرعة، إنما هذا تمثيل لسرعة الإيجاد. ولذلك في آية ثانية لم يقل كن فيكون، قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ما جابش كن ولا المراد إيه؟ السرعة، يعني إذا أراد الله أن يوجد شيئا أوجده في الحال، كما أن تقول له كن فيكون. هذا هو المراد، مش المراد أن ربنا لما يريد يوجد شيء يروح يقول له كن، هيقول له اظهر ويبان عليك. لا، مش هيقول له كده. ليه؟ لأنه
بمجرد تعلق الإرادة للشيء يكون، يعني لا يتكون الشيء أو لا يكون بالكلام، وإنما التكوين بالقدرة والتخصيص بالإرادة. وأجمعوا على أن الكلام ليس من صفات التأثير. إيه اللي بيأثر في الإيجاد الأشياء؟ القدرة والإيه؟ والإرادة. أما الكلام والخطاب كن، فهذه ليست صفة تأثير. إذا كن ما فيش خطاب حقيقي. وذلك تيجي الخطباء في المساجد يوم الجمعة يقول لك إيه؟ أمره بين الكاف والنون. ما فيش كاف وما فيش نون، ده تمثيل. ها كده، لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه واعلم بأن رزقك بين الكاف. وهكذا فهو يفتكر أنه في كاف ونون. طب وليه الكاف والنون بس؟ طب ليه مثلا العين والواو أو الغين والقاء؟ هذا المراد به إيه؟ سرعة إيجاد الله للأشياء، وليس المراد المخاطبة أنه يقول لها. وهنا حتى في كلام مؤول للمصدر، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول. خد بالك هنا، قولنا وأن نقول في مصدر صريح وفي مصدر مؤول. فهذا يلفت النظر أنه في شيء مجازي، وما تأخذوش الكلام على إيه؟ على ظاهره. خلاص؟ يبقى اللي يخطب يقول كاف، الكاف والنون، يعني معناها إذا أراد بها سرعة إيجاده ماشي، إنما إذا أراد خطاب حقيقة هيحصل هنا إشكال، هيقول لك طب وكن دي كلام الله تعالى قديم. فلو كانت دي قديمة يبقى معناها هيلزم وجود الكائنات فين؟ في الأزل. ولو كانت كن حادثة هتحتاج إلى كن قبلها، وحيدور الأمر أو يتسلسل وكلاهما واضح، يبقى ما فيش كن. ها يلا. يصح بكسر الصاد كشح يشح، وعبر بالصحة في الجائز. وبعدين في آية بتشير لكذا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كم في خلقه من تراب ثم قال له إيه؟ كن فيكون. مش كده؟ هات الآيات بتاع سيدنا آدم ما تلقاش فيها كن. فإذا سويت ونفخت فيه من روحي، ففين كن؟ هات آية كده ربنا قال لآدم كن. يبقى يريد أن يقول لك أنه خلق سيدنا عيسى كان كخلق مين؟ سيدنا آدم بقدرته تعالى. يصح بكسر الصاد كشح يشح، وعبر بالصحة في الجائز دون التصور. يعني ليه في الـ في الـ في الـ في الواجب قال ما لا يتصور، لم يقل ما لا يصح، مش كده؟ وفي المستحيل قال ما لا يتصور في العقل وجوده. لماذا عبر بالصحة في الجائز فقط؟ لأن التصور يطلق على الأقسام الثلاثة. يعني كلمة يتصور ده يطلق على ايه؟ ها؟ على الواجب والجائز وليه؟ أما الصحة خاصة بالجائز والواجب. خلاص كده؟ النكتة في التعبير بالصحة الإشارة إلى أن المتبادر، إلى أن المراد ما هو المتبادر إلى الفهم منها، وهو مجرد إمكان تصور وجوده وعدمه في العقل، وإن لم يوجد ذلك التصور فيه بالفعل. يعني خد بالك، بالنسبة للواجب موجود التصور بالفعل، تصور عدم، تصور إيه الواجب بأنه إيه لا يمكن إيه عدمه، ده موجود بالفعل. أما في المستحيل ما لا يتصور وجوده. أما بالنسبة للصحة يعني يمكن ده يوجد ويمكن، فهو مش موجود بالفعل. فالإمكان يعني معناها يمكن أن يتصور هذا، يمكن أن يفعل. فلأجل هذا عبر بالصحة لأنها تحتمل الأمرين، فتقول في ذلك كل ما صح، كل ما صح يتصور، وليس كل ما يتصور يصح. كالواجب والجائز، وليس كل ما أدد النكتة
سؤال دقيق جدا جدا جدا. يقول إيه ليه في الواجب قال ما لا يتصور، وفي المستحيل قال ما لا يتصور. لما كان يقول في الجائز ما لا يتصور، يعني كان يقول ما يتصور في الايه ها في العقل وجوده وعدمه. قال لك ما هو مش هينفع، لانه ما يعني ده ممكن وده ما بيتصوروش الاثنين مع بعض. فلأجل هذا غير كلمة ايه يتصور وجاب مكانها كلمة ايه يصح. وذلك يقول وليس كل ما يتصور يصح، انما كل ما صح يتصور. يبقى معنى كده الصحة تعمل ايه خاصة بيه بالجائز، والتصور يشمل الايه الاقسام الايه الثلاثة. فإنه يتصور في الذهن ولا يصح في الخارج، في العقل المتبادر منه تعلقه بيصح، وقيد الصحة بالعقل يدخل نحو تعذيب المطيع ولو كان ملكا، وتقرأها ملكا، وما هو أفضل منه من الأفضل من الملك الأنبياء. يعني معناها ما يقول لك في العقل ليه؟ عشان يدخل الجائز العقلي. قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأن العقل هو الذي يحكم بصحته ضرورة أنه لا يلزم من فرض وجوده محال. وإذا ما هو الجائز ليحكم العقل بصحته؟ الذي لا يلزم من فرض وجوده محال ولا من فرض عدمه. والشرع العزيز لا يصحح ذلك، يعني لا يصحح إيه التعذيب للمطيع ولو كان إيه ملكا، لأنه إنما أخبر بتنعيمه على سبيل التفضل. يعني أخبر الله تعالى بتنعيم المطيع لا به. ولذلك قال جائز في العقل وجوده، يعني وجود أفراد كالشريك والولد والنقائص، وعدم أي عدم أفراده كذواتنا وصفاتنا خرج به أيضا الواجب، فإنه لا يصح عدم أفراده كذات الله وصفاته، بل هي واجبة الوجود لنفسها ولموضوعها. كلمة لنفسها يعني لذات الصفات، لموضوعها يعني للذات المقدسة. إذا حنقف عندي والجائز ما يصح، خلينا نقفل عندي كلمة أقسام إيه الشيخ محمد. ولما كان الجائز العقلي ينقسم إلى إيه إلى ستة، عشان عاوزين ننتهي من هذا في الدرس القادم إن شاء الله، عشان نضبط الجدول. والأقسام اللي وصلت إلى 85 قسما. كده عملنا خريطة في العقل للأقسام كلها التي سبقت، وننتهي إن شاء الله من مقدمة الأحكام، حيكون فيها آخر درس والدرس القادم، ثم ندخل في المقدمة الثانية. والمقدمة الثانية ليست طويلة، ممكن تأخذ درس واحد بإذن الله تعالى. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك وعداد كلماتك كلما تقرب ذلك وقال أحد المقام. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اللهم صل على محمد.